إلى ذلك حذر رؤساء بلديات قطاع غزة من خطر موت السكان عطشا جنوبي القطاع بعد توقف كل محطات المياه عن العمل بفعل نفاد الوقود. وقال أحمد الصوفي رئيس بلدية رفح في مؤتمر صحفي مشترك مع رؤساء بلديات جنوب قطاع غزة أن مخزون السولار اللازم لتشغيل 80 بئرا لاستخراج المياه قد نفد، مشيرا إلى حدوث كارثة حقيقية. وفي هذه الساعات التي نتحدث فيها تم استنفاذ كامل مخزون السولار لدى البلديات، وفي حالة توقف الآبار وعدم توريد السولار بشكل عاجل فإننا أمام مأساة الموت عطشا لجميع السكان، والبالغ عددهم في قطاع غزة إجمالا 2,300,000 نسمة. نناشدكم جميعا ونخاطب قلوبكم وعقولكم وضمائركم للعمل على إغاثة ومساعدة أهلنا وشعبنا، وذلك بالعمل على التالي: أولا، فتح معبر رفح لدخول الوقود وكافة المساعدة الإنسانية والغذائية والطبية، وإدخال الوقود كأولوية قصوى لتشغيل آبار المياه، حيث أن البلديات في قطاع غزة تحتاج يوميا إلى 100,000 لتر من السولار لتشغيل الآبار ومضخات الصرف الصحي.